أنا قصة حياتي نموذج لنعمة المعاناة، أقدمها لكل من يعاني في هذه الدنيا. من يعاني يجب أن يشكر ربه أنه يعاني، لأن المعاناة هي نعمة وليست محنة. فإذا أنا كنت مضطر أن أكون الأول على لبنان لأحصل على هذه المنحة، هذه معاناة أي نعمة. أن تكون مجبور أن تكون الأول، وهكذا كل دراستي كلها مجانا لأنه كنت مضطرا أن أكون الأول في الصف. أقوى سلاح في الدنيا هو المحبة. والله طائرات الدنيا وصواريخ العالم وقنابل الكرة الأرضية كلها تستطيع أن تنتصر عليها بالمحبة. أنا إذا كان لي سلاح في حياتي فهو الحب. والصينيين أيضا تعلمت الفلسفة الصينية، يقول سامح عدوك ولكن لا تنسى اسمه. تذكر أنه هو موجود يراقبك، وأحسب حساب أنه ما ينتصر عليك. أنت عمرك شفت واحد ناجح هو تعيس محبط منهار حزين؟ النجاح يتطلب سعادة. أنا إنسان سعيد، سعيد بكل معنى الكلمة، بكل شيء. وأستطيع أن أقول حتى لو شفت، أنا مثلا كنت أمشي إلى المدرسة 4 ساعات باليوم لأنه ما عندي وسيلة تنقل، لا أملك المال للتنقل، كنت سعيد. أقول هذا إكسرسايز، أنا عم بتمرن. ما عندي واحد أنه هذا عنده وظيفة أهم من هاي. مين بقول أنه المدير الكبير عندي والدايركترز الرئيسيين أهم من رجل الأمن أو أهم من اللي عم بنظف الأرض؟ أنا بدأت مؤسستي ما كانش عندي مكتب، من صندوق السيارة كنا نحط ملفاتنا بالسيارة خلف وننتشر إلى أعمالنا، إلى أن حصلنا مكتب. تعلمت قديش في إبداع بتنظيف الأرض، لأني أنا كنت أجلي الأرض، أجي قبل ما يجوا الموظفين وأمسح الأرض وأنظف المكان. هذه المنطقة بحكم التاريخ والجغرافيا منطقة هامة، منطقة ناهضة، نحن أمة عظيمة، منطقة عظيمة. تقدر بالله تشرح لي لماذا كل دول العالم العظمى تتصارع على هذه المنطقة إذا منطقة ما فيها خير وما فيها مستقبل ولا إلا قيمة؟ ليش ما بتصارعوا على زامبيا وعلى نيكاراغوا؟ أليس لأن هذه المنطقة هي مستقبل العالم؟ هذا أبسط تفسير.